خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن حل الدولتين هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدام، ويحذر من خطورة التصعيد بلبنان. في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، ويوجه باستمرار العمل على تقديم الخدمات ومواصلة العمل على تعظيم قدرة القناة. باستثمارات تقدر ب 110 ملايين دولار، رئيس الوزراء يفتتح مجمع تصنيع للأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، ويؤكد على استمرار تقديم الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له. وفي ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تطورات حركة الملاحة بقناة السويس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية. وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدة إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له، مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته. وقد تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين. اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهميتها للاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر. كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة
عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلائم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة على حد سواء، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، فضلاً عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. كما تابع السيد الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال الظروف الطارئة وغير الاعتيادية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما تمنه الرئيس القمري. وأوضح متحدث الرئاسة بأن غزالي قد أعرب عن خالص تقديره لللفتة الكريمة للرئيس السيسي، ومؤكدا أن موقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري. أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى أنه قد ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط والوضع في البحر الأحمر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، شدد عبد العاطي على أنه تم الاتفاق على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا على أهمية وقف التصعيد في المنطقة. تحدثنا عن الأزمة الخطيرة في قطاع غزة، واتفقنا وكان هناك تطابق في موقف البلدين وموقف الوزيرين فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين وسرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وأيضا النفاذ العاجل والكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة لوقف التصعيد ومنع التصعيد وخطورة انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية خطيرة. على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لأنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الوضع في السودان وأهمية العمل على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر تتضامن بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق. أضاف وزير الخارجية أنه ناقش قضية المياه مع نظيره الأمريكي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبية. تحدثنا أيضا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر، قضية لا يمكن التهاون أو التفريط بها. تحدثنا عن أهمية التوصل إلى اتفاق حول السد الإثيوبي، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم بالتأكيد لتشغيل هذا السد وأهمية عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب طبقا لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن هذا النهر هو نهر عابر للحدود. تحدثنا أيضا عن منطقة القرن الإفريقي وما تموج به من اضطراب، وشددت من جانبي على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والحفاظ على سيادتها.
بدوره أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أنه تم طرح بعض الأفكار مع مصر وقطر بشأن مقترح للهدنة في قطاع غزة. وأضاف بلينكين أن مصر لعبت دورا حيويا في الأزمة السودانية، كما ثمن الدور المصرية في بذل الجهد لحل الأزمة السودانية واستضافة آلاف اللاجئين على أراضيها. ولا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنة في غزة، تعيد الرهائن وتخفف من معاناة السكان في غزة وتؤسس لسلام طويل الأمد. أريد أن أشكر الرئيس ووزير الخارجية أيضا على التزام مصر بهذه الأمور، وناقشنا أهمية تحقيق هذه الصفقة، وهذا الشيء سوف نستمر بالسعي إليه مع نظرائنا. ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي. ترأس وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وخلال الجلسة أكد عبد العاطي على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر وتتطلع للعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات. وشدد عبد العاطي على أن الولايات المتحدة قوة عظمى وأن مصر قوة إقليمية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما مسؤولية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ولفت وزير الخارجية إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية يحتل أهمية كبرى لكلا البلدين، منوها بأن المباحثات شملت مختلف أوجه العلاقات بين البلدين في الدفاع والتعليم والسياحة والتكنولوجيا. علاقات استراتيجية قوية وروابط وثيقة تجمع مصر والولايات المتحدة جعلت من العلاقات بين القاهرة وواشنطن نموذجاً في التحالف والشراكة القائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين. الرؤية المصرية تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة انعكست في تصريحات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تستند إلى ثوابت راسخة. وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة من خلال التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتأكيداً على ما تتميز به هذه العلاقات يجري تنظيم ما يسمى بالحوار الاستراتيجي للتنسيق والتشاور والتفاهم بين البلدين إزاء مختلف القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية. الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع إطار مؤسسي للتعاون يتسم بالاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي، كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر، فضلاً عن استمرار التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين وضرورة التوصل إلى حلول متفق عليها في قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والتصدي بحزم لخطر الإرهاب. من السودان جنوباً إلى غزة شرقاً وليبيا غرباً، أزمات تطرح نفسها على طاولة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في جولته الجديدة بالقاهرة التي تعقد في وقت تمر به المنطقة بالعديد من الأزمات وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع ونشوب حرب إقليمية شاملة، وهو ما يضفي أهمية خاصة على هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين. افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المجمع الصناعي الأول لشركة بيكو التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، والذي يمتد على مساحة 14,000 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. وأكد مدبولي خلال الافتتاح الحرص على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات، لا سيما السلع المعمرة والأجهزة المنزلية، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا، ذلك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة باعتباره شريكا أساسيا في المشروعات التنموية. وفي تصريحات عقب الافتتاح قال رئيس الوزراء إن المصنع صرح صناعي عملاق يتم إنشاؤه على أرض مصر ويوفر فرصا كبيرة للعمالة المصرية. الحقيقة صرح صناعي عملاق بيتم إنشاؤه على أرض مصر،
والحقيقة يمكن يعني مصدر السعادة الكبير لنا النهاردة إن ده واحد من الشركات العالمية الكبرى اللي الحكومة المصرية استهدفت إنها تجتذبها للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع، مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن أيضا عشان يبقى مركز إقليمي للتصدير لكل منطقة الشرق الأوسط بل وأوروبا أيضا. احنا استهدفنا لو نذكر حضراتكم ثلاث شركات عملاقة، كان شركة هاير الصينية العالمية اللي هي أكبر شركة على مستوى العالم، ويعني شرفنا بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المصنع. النهاردة احنا موجودين في شركة بيكو اللي هي تاني أكبر شركة على مستوى العالم، والشركة الثالثة هي شركة بوش اللي هي إن شاء الله برضو حيفتتح مصنعها في القريب العاجل. هذا وأكد على الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، مستشهدا بما تم تقديمه لعدد من الشركات وهو ما يعد نموذج شراكة ناجح. الحقيقة عملنا كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، ادينا لهم الرخصة الذهبية، أتحنا لهم الأرض بتخصيص مباشر، والحمد لله كل شركة منهم قدرت تخلص المصنع بتاعها في ظرف سنة. اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل في سنة واحدة. النهاردة الطاقة العمالة في المصنع 650 عامل، هترتفع إلى ما تصل إلى 2000 عامل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. شايفين حضراتكم الاستفادة، بيتم الاستفادة بأحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، التصنيع بعمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى، بيستفيدوا من خلال أقسام البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية والشباب المصري الواعد من الجامعات بأفكارهم بيتوحلهم أنها تتطبق. فالحقيقة نموذج شراكة ناجح كبير جدا. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة لها، حيث شدد رئيس الوزراء على سعي الحكومة لمواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها. وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي النسر المدافع الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمصر بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية. وشملت فعاليات التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، كما نظمت القوات المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلا عن تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية. كما تم التدريب على تأمين سفينة ذات شحنة مهمة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة في التدريب. يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية. يأتي ذلك للتعرف على منشآت العاصمة الإدارية ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. تنطلق مبادرة الجيل الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. أجيال طلع في مصر جديد.
جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصر رد الدين. العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة جيل جديد، ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من 7 سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة. بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم، ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية. صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017، وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019، خدنا كام؟ 2 سنين، وده معناه إن كانت كل الطاقات الممكنة وكل القدرات الممكنة اشتغلت وتكاتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضاري. أماكن جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها، لو كنت أسمع عنها في التلفزيون، بس النهاردة مبسوطة جداً إن أنا جيت شفتها. تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم. الدولة حريصة على ان هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية، اننا كلنا شعب واحد. دي فكرة مهمة جدا ان الدولة نفسها تكون أول مشروع ليها في مكان كان صحراء تماماً إن هي تبني جامع وكنيسة. تعلمنا في المبادرة يعني التسامح، وإن إحنا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد، وتعلمنا في المحاضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حرية الاعتقاد. أنا فرحان إن أنا جيت وزرت الكدرائية وزرت مسجد الفتاح العليم، وعرفونا في المبادرة إن الاتنين اتبنوا في وقت واحد، وده يأكد إن إحنا هنا في مصر نسيج واحد. وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر، ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. كما يضم المركز دارا للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في 30 إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبدقة كبيرة. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر، لما تشوف أبطال حنفي يحمو يا ابنه. روعة من روعات العاصمة الإدارية إن احنا نشوف المصحف الشريف منحوط على الجدران، وإن احنا شفنا مصحف سيدنا عثمان بن عفان أول مصحف، يعني ودي كان حاجة عمري ما توقعتها، وإن هو كان حلم بالنسبة لي إن أنا أجي العاصمة. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. الجولة التي استمرت على مدار 5 أيام بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والثقافة، والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة، أهمها قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مجموعة من الصروح العظيمة جدا من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم أنتم شخصيا، عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننقلها لكم، بننقلها عن طريقكم للعالم كله. لما تشوف أبطال حنفي
مجلس النواب أيقونة معمارية فريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي، واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه. وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021. بنرحب بشباب المبادرة في مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومهم جدا ان هم يجوا يتعرفوا على المجهود اللي بيتعمل في العاصمة الإدارية والحي الحكومي. عرفنا النهاردة ان مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية، ودي معلومات كويسة احنا عرفناها النهاردة. أجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. وعلى بعد أمتار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ، حيث تعرف شباب جيل جديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة، وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية. فخورة جدا ان انا مشاركة في المبادرة دي، لانها بتعلمنا حاجات كتير، وكل مرة بستنى المبادرة هتفاجئنا بايه وهتعمل ايه حاجات جديدة. اتعلمت في مبادرة كلنا واحد جيل جديد ان السلطة التشريعية بتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين، ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجعها. ولما اروح اقول لاهلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان نختار اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وحرصت مبادرة جيل جديد على اصطحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء. من خلال زيارة البراعم، وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، شافوا إزاي في تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط بين الوزارات المختلفة. احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير، منها مجلس الوزراء بيمثل السلطة التنفيذية في مصر. مجلس الوزراء بيجتمع هنا كل أسبوع علشان نخطط لنا مستقبلنا. لما تشوف أبطال حلفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر يردوا الدين لأجل بلدنا بلد ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني، كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال، ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسداً إرادة المصريين في البناء والتنمية. أنا مبسوطة أوي أنا جيت العاصمة الإدارية هنا في برج الأيقوني، ما كنتش متخيلة ان هو يكون بالشكل ده وبالضخامة دي. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيخلينا نشوف الانجازات وتاريخ بلدنا. وتحت اطول ساري علم في العالم التقط شباب جيل جديد صورا تذكارية، حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من ابرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر. مبسوطة جداً برضو إن إحنا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فيها أكتر، وبجد مناظر تحفة، بجد والله العظيم مناظر تحفة. أنا مبسوطة اللي هو إحنا بجد بلدنا حاجات زي كده. مبسوطة إن سيادة الرئيس فكر إنه يعمل لنا مبادرة زي كده. مبادرة غيرت في شخصيتنا كتير جداً، خليتنا طموحين وبنبص لأحسن حاجة دايماً. كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية، وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. تحية لكل إيد مصرية إن هي قدرت تحول الصحراء دي للجمال ده كله، والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها خلاب الجميل ده. وعلى هامش الملتقى السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها. أنا اسمي صبر أحمد من حي معاً، وكنت عايز أعرف إزاي المنشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت إزاي في 7 سنين. الإرادة، المعافرة، صح ولا مش صح؟ ده الوقت قصير، مش هننام. بدل ما وردية واحدة تشتغل 7 ساعات 12 ساعة، تشتغل 3 ورديات في اليوم. العمل شغال 24 ساعة.
احنا بنشتغل في المبادرة بنشتغل على بناء الفكر، كيف يمكن صياغة فكر مبدع، فكر المستقبل، القدرة على استشراف المستقبل، هو ده اللي بيبني الأمم. فخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد كلنا واحد، وحابة أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلبة المتفوقين. إحنا بنخصص ليكو 10 منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للمتفوقين في الثانوية العامة، إن هم ييجوا وانضموا لأسرة العاصمة ويتقدموا للجامعات هنا، واحنا متكفلين بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف بكل ما يحتاجونه ومن كل حاجة. أهم رسالة طبعا نحن نوريهم جودة حياة المستقبل، جودة الحياة هي ده الفرق، يعني هو ده اللي احنا نوريهم النهاردة، الشكل الجديد للجمهورية الجديدة نوريهم مصر هتبقى عاملة ازاي في المستقبل، ان هو ده مستقبلهم، احنا متجهز ليهم، هم اللي هيكملوا وهم اللي هيستفيدوا بالحاجات دي كلها، هم اللي هيشوفوا المستقبل عامل ازاي. اختتم الملتقى فعالياته بحفلة ترفيهية سادها أجواء من البهجة والفرحة، كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضارية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين. استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة. هنشوف الضربة الحرة اتلعبت، ودي تسديدة وجول جول جول. اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية. شوفنا شباب كويس جدا مبشر جدا بالخير، يعني حسيت إن ناس اتحط عليها سبوت ما كانتش موجودة في الصورة، وده الشيء المهم جدا. بتاخد بالك من أولاد صغيرين، اللي انت بتدعم أولاد صغيرين، واللي انت بتقف جنبهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة، دي حاجة محترمة جدا. شفت لعيبة مميزة جدا النهارده في اللقاء ده، يعني ان شاء الله باذن الله عندهم مستقبل كويس جدا. الفتره اللي جايه ان شاء الله نلاقي نجم واثنين وثلاثه يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنيه ويحترفوا في الدول الاوروبيه، يبقى نماذج مشرفه زي محمد صلاح وتريزيجيه. احنا مبسوطين قوي باليوم الرياضي اللي عملوه لنا النهارده، كان اسعد يوم، يعني تحيينا بعض ولعبنا مع بعض، كان يوم جميل وكله حماسي. قابلنا لاعبي الكوره كنا نفسنا نشوفهم، كنا بنشوفهم في التلفزيون بس، اتصورنا معاهم ولعبوا معانا، وكان يوم يعني كلنا فرحانين ومروحين مبسوطين. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاحتفاليه تم توزيع حقائب مدرسيه على شباب وطلائع المناطق الحضريه الجديده بمناسبه قرب حلول العام الدراسي الجديد. لما تقول هعدي يبقى مش ممكن تهدي، مصر حلفت مش هترجع إلا لما الفجر يطلع، النهار للدنيا يلمع، مصر مش ممكن هتركع غير لرب العالمين، والجوامع والكنائس مفتوحين، اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين، مصر صحية كل حين، صدرت علم وحضارة عبر آلاف السنين، عشت يا أم الدنيا دايماً أزهارك فوق النجوم. السادسة متواصلة ونتابع فيها. قتلى في انفجارات جديدة ببيروت، ومصدر أمني يشير إلى تفجير أجهزة اتصال جديدة لحزب الله. أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية مقتل 3 في أحداث انفجارات طالت أجهزة الاتصال المحمولة في البقاع بلبنان. ذكر مصدر أمني لبناني أمني أن أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله انفجرت في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. أضاف المصدر أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت عبر لبنان اليوم
هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة البجر التي انفجرت أمس. إلى هذا دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثا أمنية لإفساح المجال للوصول للطواقم الطبية. وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا هجوم الثلاثاء إلى 12 قتيلة بينهم طفلان، فضلا عن إصابة ما يقترب من 2800 شخص بينهم 300 إصابتهم خطيرة. وأكد وزير الصحة اللبناني أنه تم إجراء 460 عملية جراحية حتى الآن، معظمها في العيون والوجه كنتيجة لانفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية في أنحاء لبنان. حصيلة الشهداء حتى اليوم هي 12 شهيد، بيناتهم طفلين، فتاة عمرها 8 سنوات وشاب صغير عمره 11 سنة، بالإضافة لعدة عاملين في القطاع الصحي كذلك كانوا جزء من الشهداء اللي سقطوا. برجع بكرر، عدد الشهداء حتى الآن هو 12 شهيد. بموضوع عدد الجرحى اللي سقط، الرقم اللي اعطيناه امبارح وبعد ما رجعنا اكدنا اليوم على الارقام، طلع ارقام اعلى في الساعات الماضيه، ونحن قلنا انه هذا رقم غير دقيق، والسبب انه رقم غير دقيق لانه في بعض المرضى كانوا عم ينحسبوا اكثر من مره، باول مستشفى وصلوا له وبعدين بالمستشفى اللي انتقلوا له. عدد الجرحى حتى الان هو ما بين 2750 و2800 مريض. ونحن عم نرجع نتابع لأنه عم نجيب أسامي كل المرضى وعم نتأكد من يعني هوية. من هيدول 2750 مريض، حوالي 750 منهم كانوا في منطقة الجنوب، حوالي 150 كانوا في منطقة البقاع، وحوالي 1850 كانوا في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال رفع درجة التأهب في منظومة الدفاع الجوي استعدادا لهجوم محتمل من حزب الله ردا على هجوم الثلاثاء. أكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه تقرر الدفع سريعا بالفرقة 98 إلى الحدود الشمالية بدلا من قطاع غزة في ظل حالة الاستنفار القصوى خشية رد محتمل من حزب الله اللبنانية. وفي هذا الأثناء نفت شركة جولد أبولو التايوانية صاحبة العلامة التجارية لأجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان أي مسؤولية عن تصنيع ذلك الأجهزة تلك الأجهزة. وأكدت الشركة التايوانية أن شركة تصنيع أوروبية قد حصلت على ترخيص باستخدام علامتها التجارية هي من صنعت هذه الأجهزة. يأتي ذلك بعد اتهامات بوضع متفجرات داخل تلك الأجهزة قبيل توريدها للبنان. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية البجر الذي يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يحمل خطرا جديا لتصعيد كبير في لبنان، ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد. وقال غوتيريش أن انفجار كل هذه الأجهزة يعد ضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة محتملة قد تنذر بتهديدات أكثر خطورة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. Not only because of the number of victims that it caused, but because of the indications that exist that this was triggered, I would say, in advance of the normal way to trigger these things, because there was a risk of this being discovered. Because obviously, the logic of making all these devices explode is to do it as a preemptive strike before a major of this week for a number of contacts aiming at the escalation. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات. بعد تحية أستاذ أحمد أو المهندس أحمد السخاوي، نقلة نوعية في شكل الحروب السيبرانية، ماذا حدث في لبنان أمس؟ أهلا بحضرتك. تعزينا بالتأكيد لكل أهلنا اللبنانيين وكل المصابين وكل طبعا المتوفين. تأكيد اللي حصل من تفجير لأجهزة البيجرز امبارح وأول امبارح طبعا، وما شفناه طبعا بالتأكيد
من مصابين ومن أحداث يعني تعتبر دموية. تأكيد الحصر ده كان نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بسلامة أجهزتنا المتعلقة بكل ما يتعلق بالأجهزة المحمولة والهواتف اللاسلكية والأجهزة الخلوية. عايزين بس نوضح نقطة مهمة جدا، إن جهاز البيجرز هو جهاز اتصال لاسلكي لا يجاري ولا يضاهي الإمكانيات الكبيرة الموجودة في الهواتف المحمولة حاليا. طبعا جهاز البيجرز هو يحمل على عرض مسائل نصية وإشارات صوتية تنبيهية بين الأجهزة من ذلك النوع تحديدا، وده بالتأكيد نوع من أنواع التناقل أو التواصل اللي ممكن يكون آمن أثناء يعني ممكن نقول الطوارئ، ممكن نقول لو مثلا ما فيش شبكات خلوية موجودة أثناء الأمطار أثناء الزلازل. فبالتأكيد أجهزة البيجرز هي أجهزة تقليدية بيتم استخدامها على نطاق واسع ومهم في التواصل من خلال زي ما قلنا الرسائل اللي بتعرض على الأجهزة دي والتنبيهات. طبعا ده كل دورها بالنسبة للأجهزة دي. أجهزة دي لا تحتوي على خرائط ملاحية أو حتى نوع من أنواع الإنترنت، هي بالتأكيد أجهزة بتعمل على التواصل القائم. طبعا الجهاز ده مثله مثل أي جهاز إلكتروني، بيعمل بدوائر إلكترونية، بيعمل بمعالجات بالتأكيد مسؤولة عن تشغيل الجهاز. لكن باشمهندس أحمد، كيف يمكن لأي مؤسسة بعد هذا الحادث الأليم الذي وقع في لبنان بالأمس أن تحمي نفسها من مثل هذه الهجمات قبل حدوثها؟ طيب احنا بس عايزين نقول هو ايه اللي حصل، او سريعا باشمهندس حصل ازاي. هو حصل بحاجه من الاثنين، يا اما تم زراعه شريحه في الهواتف دي او سوري في الاجهزه اللاسلكيه دي قبل ما يتم ارسالها يعني من طرف مستخدميها، او تم اختراق السيرفرات من خلال بعض الاكواد البرمجيه، وبالتبع حصل نوع من انواع يعني ان كان في اوفر لود على الرسائل دي من خلال بعض التنبيهات تصل للمليارات ادى الى سخونه البطاريات ومن ثم انفجارها. فاحنا عايزين نقول دايما لو انت حضرتك بتستخدم جهاز تاكد دائما من سلامته، حاول دايما موضوع استخدامنا للاجهزه يكون بعيدا عن يعني مثلا انا لو معايا هاتف محمول وهنا بنتكلم المستخدمين كمان العاديين، اوعى استخدم تليفون فترات كبيره جدا في الشمس لان ممكن ده يسخن بطاريه الهاتف وممكن ينفجر معاك. حاول دايما تبعد عن التعامل مع مصادر غير معلومه على الانترنت. اكيد اكيد تبعيه يحصل نوع من انواع الداونلود لاي برمجيه خبيثه قد يحصل من خلالها اكسبلويت على التليفون بتاعك، وبالتبعيه ممكن يحصل انفجار زي وصلت كده. الصوره المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 348 بعد 300 على التوالي، مع استمرار ارتكاب المجازر واستهداف المنازل المأهولة. هذا وصلت قوات الاحتلال نصف مبان سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما غربي وشرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفي منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات بوسط القطاع، وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمالي القطاع. هذا وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 41272 شهيدا و 95551 مصابة.
تناقصت أعداد شاحنة المساعدات الإنسانية العابرة إلى قطاع غزة بشكل حاد، ومع اقتراب هذا الأسبوع من نهايته يظل عدد ما عبر إلى غزة شحيح جدا مقارنة بالأسابيع الماضية. يأتي هذا التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسط تصاعد متزايد في وتيرة العنف والقصف ضد المدنيين ونسف منازلهم منذ اليوم السابق وخلال اليوم في شرقي وغربي مدينة رفح الفلسطينية. المزيد يستعرضه معنا الزميل باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البري. لازلنا نرصد حركة الشاحنات العابرة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونحن نقترب من نهاية هذا الأسبوع، فلم يتبقى إلا يوم غد الخميس، واليوم قد انقضى، والجمعة لا يوجد استقبال للشاحنات، والسبت أيضا لا يوجد استقبال للشاحنات في معبر كرم أبو سالم نظرا للعطلة الأسبوعية. هذا الأسبوع لم يكن الأسعد إطلاقا بالنسبة للمساعدات التي انخفضت بشكل كبير في عدد الشاحنات التي تم استقبالها. فكما ذكرت في بث سابق أن العبرة ليست بعدد الشاحنات التي تمضي إلى كرم أبو سالم، وإنما بتلك التي تتم الموافقة عليها من قبل الجانب الإسرائيلي والتي يتم تمريرها إلى الجانب الفلسطيني. واليوم كان لدينا 24 شاحنة، ورصدنا حتى ساعتنا هذه عودة 9 شاحنات من هذه الشاحنات، منها 5 فارغة و4 أفرغت حمولتها، وكان هناك 4 شاحنات غاز عادت منها 3 بعد أن أفرغت حمولتها، أما هناك يعني ولكن هناك واحدة باقية في الداخل، ما زلنا ننتظر خروجها بعد إتمام مهمتها وإفراغها لحمولتها في الجانب في كرم أبو سالم. كما نسمع في الخلفية أيضا منذ قليل لدينا قصف عنيف على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة من جهة الشرق ومن جهة الغرب، قصف عنيف نستمع إليه وهو قصف مدفعية، وتم هدم العديد من المنازل في شرق وغرب مدينة رفح الفلسطينية ضمن سياسة التصعيد من الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكان لدينا أيضا في الأجواء وما زالت حتى لحظتنا هذه طائرات المراقبة الجوية الإسرائيلية التي تجوب سماء قطاع غزة، وهي دائما ما تكون نذير شؤم لأنها دائما ما يعني يعقبها بعد تصويرها للمجال الجوي الفلسطيني في غزة يعقبها قصف عنيف لتلك المناطق التي تقوم بمسحها مسحا جويا. ما زلنا ننتظر بقية السيارات والشاحنات الموجودة في كرم أبو سالم لنتبين ما منها يعود بحمولته مرة أخرى أو ما الذي يتم إنزاله وعبوره مرة أخرى. أعود إليكم أمام معبر رفح، باسم أبو العينين، التلفزيون المصري. انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تمتد فعاليات المبادرة على مدار 100 يوم، حيث تصل إلى جميع المحافظات لتنفيذ برامج وخدمات مؤثرة وسريعة للمواطنين. في شتى أنحاء الجمهورية انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. المبادرة الرئاسية تصل لجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر، وستستمر فعاليات المبادرة لمدة 100 يوم. فخامة السيد الرئيس كان مهتم جدا بالإنسان المصري وببناء الإنسان المصري، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى لمبادرة بداية. المحافظة على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه المبادرة في كافة المجالات، مجالات الصحية، مجالات التعليم، مجالات الرياضة، مجالات التضامن الاجتماعي، مجالات التنمية البشرية بكل محاورها. هذه المبادرة تعمل إضافة وهتعمل إضافة بالفعل لكل مجتمعنا وعلى مستوى محافظات مصر كلها، مع اعتبارها مبادرة كانت مهمة لينا في المرحلة الحالية. تبدأ المبادرة بانطلاق المبادرة النهاردة إن شاء الله
ثم متابعتها يوميا، ثم رصد جميع أعمال كل تخصص على حدة والتنسيق مع المحافظة التابعة مع الوزارة التابعة لي، وهنرسل الأنشطة بتاعتنا لسيد مجلس الوزراء كاملا يوم بيوم عن كل نشاط يتم تنفيذه. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عن طريق تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الخدمية بجميع المحافظات. النهاردة احنا مشاركين في بداية بالسيارة المتنقلة للمراكز التكنولوجية، بنحاول نسهل على جميع المواطنين الخدمات بدل ما يسابوا إلى المركز بكل وحدة مدينة، نقدر نقدمهم الخدمات إسكان في طلبات تصالح، طلبات مرافق، طلبات دفع إيجارات، أي طلب يخص المحليات عموما. إحنا بنقدم مثلا 105 خدمة على مستوى المحافظة. قمنا بتدشين محاضرة بعنوان بناء إنسان يساوي بناء وطن، ومشيئة الله تعالى غدا ستقام محاضرة في محكمة بورسعيد الابتدائية بالاشتراك مع وزارة العدل تحت عنوان الإدمان ومخاطره. المبادرة الرئيسية لتنمية الشباب المصري انطلاقها اليوم من محافظة بورسعيد، يمكن من أهم محاورها النحو الرياضة والاهتمام بصحة الإنسان، وإحنا كوزارة شباب ورياضة بنهتم بالجانب الرياضي والشق الرياضي من خلال وجود 23 مركز على أرض بورسعيد بمختلف الأندية الموجودة، فرحل لهم كافة الأنشطة بالإمكانيات المركز بإمكانيات الأندية كلها. المواطنون من جانبهم أشادوا بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتقديم الخدمات لهم كافة. المبادرة الرئاسية تهتم كذلك بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة، والزميل محمد عبد الله. لك محمد. شكرا حكمة، شكرا فاطمة. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. يشارك وزير البترول كريم بدوي في مؤتمر ومعرض غاستك 2024 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية للطاقة. وخلال المؤتمر شارك الوزير كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان من التخفيف إلى التكيف، التعامل مع الظروف الجيوسياسية المتقلبة في ظل نظام عالمي مجزأ. وأكد الوزير أن مصر تلعب دورا مهما للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين في ضوء توافر البنية التحتية اللازمة وتوافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح، لافتا إلى أن التعاون وتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2,900,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1,590,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 30,342 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7,070 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,087 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أصدر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حدا من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 49% لتصل إلى 73 دولارا و34 سنتا للبرميل.
أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 51% ليصل إلى 70 دولار و83 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 40% لتصل إلى $2.15 للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.42% لتسجل $2.35 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم لمناقشة تخفيض سعر الفائدة بعد شهور من رفع الفائدة بشكل مستمر، وسط توقعات بتخفيض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف وسط ترقب المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التجديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية على أساس مستوى ما بين ربع نقطة ونص نقطة مئوية، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى حكمة وفاطمة. شكرا محمد عبد الله على هذه الوقفة الاقتصادية. انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تذكرة. خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي الرئيس السيسي يؤكد أن حل الدولتين هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين، ويحذر من خطورة التصعيد بلبنان. في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، ويوجه باستمرار العمل على تقديم الخدمات ومواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة. باستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، رئيس الوزراء يفتتح مجمع تصنيع للأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، ويؤكد استمرار تقديم الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية. في أمان الله، إلى اللقاء.